الاستعدادات تجري على قدم وساق لإتمام تجهيز مخيمات إقامة الحجاج السوريين في جبل عرفات. مندوب قناة حلب اليوم مصطفى عبد الله. بكراتينا. الله ممتاز ما شاء الله تبارك. يعني في منه شيء جديد يعني. الآن في زيارة جماعية للمكتب الإعلامي وللبعثات الإعلامية المرافقة للجنة الحاجة العليا السورية إلى المخيمات السوريين. هنا سيقيم الحجاج السوريون، هنا سيقيمون في هذا المكان، هذا المخطط وهذا توزيع المكاتب الذي سيكونون مقيمين به. نحن الآن نتابع الإجراءات، في عنا لجنة مختصة للاستلام لهذه المخيمات تتابع كل صغيرة وكبيرة، فإن شاء الله تعالى سيكون هناك اهتمام بالحج السوري وقبل فترة زمنية. وبمعيتكم الآن ندور على الخيام، منشوف كل التجهيزات وكيف تتم هذه التجهيزات. كيف شفت مستوى التجهيزات؟ إن شاء الله إلى الآن جيدة جدا. وهلا رح نشوف بعض الأمور، لأنه جد أنا سررت عندما مرت قبل قليل فوجدت أنه نزلوا المكيفات الفريون جديدة لساتها بكرتونتها، فهذا إن شاء الله كله حيكون له مردود إيجابي بالنسبة للحج السوري إن شاء الله. شيخ ابو عامر، الان انت شو عم تسوي هون كلجنه؟ هلا لجنه الحج الى دائما اطلاع واشراف مستمر على تقديم الخدمه، كيف تبنى المخيم؟ الان سوف نذهب الى المخيمات، نتابع المكيفات، الكهرباء، الحمامات، كل شيء في لجنه مختصه اسمها لجنه متابعه مشعر عرفات ومنى. فنحن الان ان شاء الله سوف نذهب بزياره الى تلك الاماكن، الى المخيمات، على المساحه تبع السوريين، كيف تم الانشاء، كله نطلع عليه ومتابع بحيث ياتي يوم 9 ان شاء الله تعالى وكل الامور جاهزه للحج السوري. كم بقي حتى يعني يذهب الحجاج السوريين الى اماكنهم في جبل عرفه؟ هلا اليوم نحن 26 ذي القعده، وعرفه يكون يوم 9 من ذي الحجه، فصفي قدامنا نحن هال 12 يوم 13 يوم حتى ياتي الحجيج كله الى عرفات. كيف شايف الاستعدادات الى الان؟ ان شاء الله تعالى ايجابيه، وهذا الموسم بفضل الله سلمنا ارض عرفات واستلمها المتعهدون الذين يقومون ببناء الخيام قبل 15 يوم من كل عام. فهلا بنلاقي نحن كنا مثل هذا الوقت من العام الماضي، الان تبنى الخيام، فسوف تجد انه لا الخيام مبنيه وان شاء الله تعالى ايوه سوف تجد الخيام مبنية إن شاء الله تعالى والأمور في تجهيزاتها النهائية. طيب يعني شو الإضافة اللي أضافتها لجنة الحج السورية هذا العام على الخدمات للحجيج السوري؟ في هذا العام أهم خدمة أضيفت شغلتين. الأمر الأول نوعية الباصات التي سنصعد بها إلى عرفات، وهي باصات حديثة كلها موديل 2017 و2018، بينما كان في السنوات الماضية موديل 2011 فما قبل 8 9 10 11، فرفعنا من مستوى الباصات اللي تنقلنا الى عرفات. والامر الثاني في مشعر عرفات هو ادخال تكييف الفريون الى الخيام، فاصبحت الخيمه فيها نوعين من التكييف، تكييف صحراوي وتكييف فريون، فهذا ان شاء الله بيعطي راحه اكثر للحجاج في التوجه الى الله عز وجل والاقبال عليه والدعاء باذن الله تعالى. وهذا يشمل كل الحج السوري؟ كل الحج السوري 22500 حج سوري، هذه الخدمة تشمل الجميع. الله يعطيكم العافية إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيكم يا رب.